مشاهدينا الكرام اهلا بكم الى تفاصيل النشره المحليه لظاهره اليوم اكد مدير المراقبه والامن المنجمي السيد صخر الحبيب على هامش الملتقى الجهوي للمتعاملين المنجميين حول الامن بوهران اكد ان حوادث المناجم ارتفعت هذه السنه مقارنه بالسنه الماضيه حيث تم تسجيل ثمانيه حوادث منجميه سنه 2012 في حين تم تسجيل 18 حادث مميت خلال سنه 2013 ميكروفون سفيان المعمر في 2012 كانوا ثمن حوادث مميته و6 ديسمبر 9 ديسمبر اليوم عندنا في 2013 كاين 18 حادث مميت دونك الرقم تضاعف راه اكثر من الدوبل دونك لا جورني اليوم راه تكون بوكو بلوس سور لو ريسبي دي ريغل دو لارمينيا اون ماتير دو اه ايجيني سيكوريتي لانجيسيام الدور نتاعها هي التوعيه توعية المستثمرين والمستثمرين المناجم والمحاجر وكل سنة نديروا تجمعات ريجيونال يشمل 15 ولاية من الغرب يعني فيها في 15 مغرب تشمل درنا تروا زونتان ريجيونال هو اونتان درنا على مستوى شلف اونتان على مستوى وهرن اللي يتراسوا السيد كوشيح وانتان على مستوى تلمسان في موضوع اخر اقدم طلبة المعهد الوطني للتكوين المهني شابون ادريس بولاية جيجل على الاحتجاج والاضراب عن الدراسة مطالبين بوضع حد نهائي لبعض التجاوزات وخاصة مشكلة اقتحام طلبة اجانب للاقامة الخاصة بالطالبات تفاصيل في ميكروفون ايمن عبد الرحيم دايرين اضراب على 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 سكان افريقيا هذو اللي من الافريق هذا الاجانب هذو جايين من الافريق دخلوا لنا الاقامات اقامات تاع النساء <applause> رانا غير في الباب واحد ما يدخل واحد ما يدخل رانا اليوم لازم نلقاو لها حل اليوم كي تلقى الحل الباب راه مفتوح مفتوح للجامعة كما قلت لك في المطعم وعندهم الحرية في كل شيء يجي عند الزوج يعطي الحبة التفاح ديالو ليزافريكا الأجانب هادو مين تا تروح تخدم ولا تروح تاكل شي حاجة تعطيه طرف خبز ما يحبش يعطيه من جهته صرح مدير المعهد الوطني للتكوين ربح حميم أن الطلبة الذين اقتحموا الإقامة سيتم توقيفهم فورا وسيحل المشكل نهائيا الإدارة المركزية اللي هي تأخذ القرار النهائي فيما يخص مصيرهم ومصير دراستهم كاجراء تحفظي للمتربصين اللي ارتكبوا الخطا يتم التوقيف نتاعهم الفوري وطمنا للمتربصين والمتربصات اننا حريصين على على الحرمه الاحتجاج نفسه عرفته ولاية الصيف حيث طلب طلبة الإبتومتري بمعهد البصريات وميكانيكا الدقة بجامعة الصيف واحد طلبوا من الوظيف العمومي الاعتراف بشهادتهم بالإضافة لضرورة تنسيق وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي للسماح للطلبة بفتح مخابر تتضمن أو تضمن لهم الاستمرار في هذا التخصص فارس شايب أرسل التالي <تحدث> هنا رانا نحكوا على البروبليم تاعنا اللي هو ادراج ضمن الوظيفه العمومي وكاين بروبليم واحد اخر تاع ادراج اعتماد تاع لوبتوميتري والماستر خاطر تاع لوبتوميتري راهم يقراو رو طروازو رو هنايا وراهم يخرجوا ما عندهم ني اغريمو ني ماستر الادراج ضمن الوظيفه العمومي اول حاجه ثانيا يحلوا لنا المشكل ما بين وزاره الصحه ووزاره التعليم تاع لوبتوميتري الاحتجاج في الغرب كان فنيا حيث خرج فنانو ولاية تلمسان عن صمتهم مطالبين السلطات المحلية والوزارة الوصية الالتفات للفنان المسرحي وخلق فضاءات خاصة بهم إضافة إلى مسرح جهوي يحتضنهم ويتبنى فنهم فاطمة زهر أقوال الشيء اللي احنا نعاني في تلمسان بالك تقدري تقولي راه في معاناه كبيره وتهميش كبير خطرات نكون نعرفونا نعرف يعرفونا بلي حنا نديروا مسرح خطر نحس روحي بلي ندير حاجه خطيره حاجه بلي حاجه مش عارف دير حاجه منحها القانون وحنا الشيء اللي حنا نطالبوا به حقنا ما طالبنا بوالو حنا ما راحنا نقولوا ني اكس ني ما قلنا فلان ولا فلان المسؤول علينا يتحرك يهضر علينا خاصنا صوالحنا خاصنا فضاءات وين نريبيتي وين نديرو صوالحنا يعاونونا خاصنا الدعم المالي خاصنا دعم دعم كبير نحن هنا كافراد لعائله المسرح لولايه نمسان من جمعيات وتعاونيات ونحن هنا ايضا لنتحدث عن معاناتنا المتقسمه لمرحلتين مرحله ما قبل العاصمه الثقافه الاسلاميه ومرحله ما بعد العاصمه فضاء سلفتنا جمعيه المعوقين ولايه ها علاش حنا واقفين حنا واقفين حابين هاد الشباب هذا الجيل حتى لعانينا حنايا الكبار راك تشوف فيهم كبار عانوا ما في قبلت ما في المرحله ما قبل العاصمه الثقافه الاسلاميه ما خاصناش هذا الجيل تاع اليوم يعيش نفس المعاناة أنا النداء اللي حبيت نقدمه لكل المسرحيين وكل التلاميذ على المسرح واللي يحبوا المسرح في تلمسان باش يساندونا ويوقفوا معانا باش نحقوا واحد المطلب الشرعي وهو مسرح جهوي بولاية تلمسان في موضوع الفلاحه يضطر العشرات من الفلاحين بمنطقه الحجريه لبلديه كركره بسكيغدا الى استعمال عباره تقليديه لعبور واد كبير بالمنطقه قصد الالتحاق بحقولهم والتي تعتبر المصدر الوحيد لرزق عائلتهم محمد حمد زار المنطقه وارسل التقرير التالي يضطر العشرات من الفلاحين بمنطقة الحجرية ببلدية كركرا غربي ولاية سكيكدا إلى استعمال عبارة تقليدية للوصول إلى حقولهم الموجودة في الضفة الأخرى من واد كبير معروف بالمنطقة وبطريقة تهدد حياتهم لكن انعدام طريق أو جسر يمكنهم من العبور في ظروف جيدة جعلهم يخاطرون بحياتهم صباح مساء تلجة تربط ما بين حجرية وتالزة سكان حجرية هذه تقدر تقول قداش فيها النسمة هابوبل واحد سبعة آلاف ولا ثمان آلاف <applause> الفلاحة نتاعها كلها هنايا في <applause> الجهة هاذي نتاع تالزة <applause> حارمها الواد هذا قتلها لو كون ما هاد لبتاتي هادو الزن الزنقلات هادو داروهم ما كاش لي قطع عليها الا وضعية أثرت كثيرا على هؤلاء الفلاحين وإنتاجهم خاصة وأنهم ينقلون حتى لوازم العمل وكل ما يحتاجونه باستعمال هذه العبارة ما ادى في الكثير من الاحيان الى انقلابها واصابه العديد منهم بجروح بالغه الخطوره. نطلع فيها دي ونطلع الشكارة تاع لوبيا ولا فلفل ولا حاجه ولا الكاس ميسيات طلعوهم ونعاودوا ننزلوهم لهيه ونعاودوا عاد نطلعوا دي نزل نطلع بيك بلمبالاش اللي عندك. بلسان حال يردد مقوله مجبر اخاك لا بطل. لا يزال الفلاحون المحرومون في منطقه الحجريه يستعملون هذه الطريقه البدائيه في وقت تسعى الدوله الى تشجيع الاستثمار الفلاحي وتطويره فهل سيتحرك يوما المسؤولون المعنيون لتوفير ولو معبر لهؤلاء الفلاحين يسهل عليهم التنقل من والى حقولهم إلى موضوع التنمية المحلية ينتظر سكان حي زعرورة بمدينة تيارة من السلطات منحهم إعانة لترميم سكنتهم بعد أن تشققت أغلب أسقفها المبنية بالقرميد تقرير ديار بن داود من الأحياء القديمة والهامة بمدينة تيارة الحي القديم والمعروف بحي زعرورة هذا الأخير الذي لا زال العشرات من السكان به يطالبون اليوم بالتفاتة جادة من طرف السلطات من أجل تسجيل مشاريع فيما يخص التهيئة العمرانية وتدعيم الدولة لترميم بعض السكنات الهشة التي لا زالت تشوه مظهره الخارجي نعاني من التهميش في هذا الحي خاصنا عدة مرافق منها الترميم بناءات الهشة اللي هي من الحقبه الاستعماريه وكذلك المساحات خضراء وفتح المدخل السابق للحي هذا الحي الذي رغم انه يقع على المدخل الغربي لعاصمه الولايه الا ان هذا الموقع الهام بالنسبه له لم يشفع في الحفاظ على محيطه اين لا تزال بعض الحدائق معرضه للتخريب وبدون ادنى اهتمام زد على ذلك عزل حركه المرور من الجهه الشماليه عن طريق قطع الطريق القديم جاوا بناؤ طريق منا برينسيبال uh, وخ, وخلاوها هذه والناس اللي يسكنوا هنايا اوليو كي هنايا يروحوا يدوروا كاع حتى الرومبو هنايا تحت بيدخلوا سكان حي زعروره لا زالوا متضمرين من واقعهم الحالي الذي يروه منقوصا من عده مرافق ضروريه ما جعلهم يبعثون بندائهم الى السلطات العليا للتدخل في ايجاد حلول لمشاكلهم خاصه بعدما انهكتهم المراسلات الدائمه للسلطات المحليه دون استجابه تذكر. يطغى مشكل تهيئة الطرقات على أغلب قرى ولاية بدنة حيث ينتظر سكان قريتي ولاد بوزيان والقوورة ببلدية الجزار ينتظرون تعبيد وإصلاح الطريق الترابي الربطي بين القريتين وبلدية باركة والذي لم يعبد منذ مدة ميكروفون سعيد حريقة أخويا المشاكل نعني منها المشكل الكبير إحنا هي الطريق اللي مأثر علينا بزاف هي الطريق لو كان احنا احنا ناس مستثمرين مستثمر مستثمر في في هنايا نخدم انا 10 شباب 12 شرف اللي في, اللي في الفيرمه ايه تاعي ذي لهنايا بصح يا اخي الطريق الطريق راه اثرت علينا بزاف ما تقدر لا تبيع السلعه ما ما تقدر تشري سلعه المشكل الكبير الطريق والتريسيتي والماء هذو زوج مشاكل هذو هذو ثلاثه حوايج اللي راهم خاصين احنا اما في عين مناص فينتظر السكان تزويدهم بالماء الشروب والكهرباء والتي تغيب عن حوالي ثمانين عائله بالحي الجديد مئة وثلاثين مسكن ويعتمد السكان علي الكوابل الكهربائيه ذات الضغط العالي